أعلنت المملكة العربية السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن بيان ثلاثي مشترك مع الصين. وذكر البيان أن الرياض وطهران اتفقا على إعادة فتح سفارتيهما وممثلتيهما خلال مدة أقصاها شهرين اثنين. كما تضمن البيان اتفاقا على أن يعقد وزراء الخارجية في البلدين اجتماعا لتفعيل وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما. جاء ذلك في ختام مباحثات لاستضافتهما العاصمة الصينية بكين.